غصب عنك يا دي الطراوه دي. وبعدين ايه اللي دخلنا بالحته المقطوعه ده؟ انا غلطان اللي سمعت كلامك. والله شكله بيفك لوحده يا اسطى. هو ايه اللي بيفك يا احنا ايه اللي جبنا في حته مقطوعه زي دي؟ ما كنا ماشيين في الورث على الطريق. انا كنت نايم يا اسطى ما خدتش بالي. اخرس يالا. حاضر يا معلم. الله يخرب بيت اللي خلفوك، هنعمل ايه دلوقتي؟ بروح هات المفك الصغير كده اما اشوف الفكرتين دول، يمكن مش واصله كهربا لل... السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في اي خدمه نقدر نقوم بيها يا اسطى؟ والله احنا ماشيين العربيه بطلت منا فجاه ومش عارفين نعمل ايه. طب دور كده يا كابتن. روح دور ياد روح. على اذنك يا اسطى. كنا ماشيين في امان الله، انا الغلطان، قال لي نختصر الطريق. دور تاني ياد. بس يا كابتن. دي المفك والنبي يا اسطى. دور كده يا كابتن. انا دور ياد. حاضر يا معلم. الله ينور عليك. العربيه كانت واخده هوا اصلا. الله ينور عليك يا باشمهندس. روح ربنا يكرمك. اتفضل. بتعمل ايه يا اسطى؟ عيب كده؟ انا بخدم وبس. يا هندسه ده مجرد شاي، خد. يا اسطى عيب مش القصد. بقول لك ايه؟ انت طالع اسكندريه؟ احنا رايحين لحد برج العرب ان شاء الله. طب ما تاخدني في طريقك، انا بقالي 4 ساعات هنا ما حدش عايز يقف لي. ولو قعدت 4 اسابيع ما حدش هيقف لك ولا يقول لك انت بتعمل ايه؟ يا باشمهندس انت قاعد هنا في المزارع مش دريان بالبلد حصل فيها ايه؟ الدنيا قربانه. انت ما عرفتش ان في مساجين امبارح هيربوا من وادي النطرون ولا ايه؟ ان ما شفنا حد منهم ومعلمي طول ما احنا ماشيين. كان نفسي اتعامل بقى. اعمل ايه يا عم غور؟ واد عبيط من ساعه ما ادونا السلاح بقول لي يا اسطى لو شفت حد من المساجين اضرب عليه نار. ليه حق، يستاهل اكتر من كده كمان يا اسطى. اله يا رب كل المساجين اللي هربت تولع في ساعه واحده. الا يعني هو الهندسه جاي منين؟ انا اصلي شغال في مزرعه هنا يا اسطى عند واحد باشمهندس، وكنت بنزل اسكندريه يوم ويوم لا، ومن ساعة ما الدنيا ولعت وانا مزنوق هنا. بس بيقولوا ان الجيش نزل يعني وظبط الدنيا. يا عم والله ما عارفين اذا كانت اتظبطت ولا اتنيلت ب60 نيلة. كل اللي نعرفه من ساعة ما حصلت المصيبة اللي حصلت في البلد دي والمصنع اللي احنا شغالين فيه ادونا سلاح وقالوا لنا اتصرفوا انتوا مع نفسكم ولغوا وردية الليل، يعني احنا نروح في 60 داهية وهم يقعدوا مستريحين. بس البشمهندس يعني شكلك ابن ناس يعني ونضيف، ايه اللي يرميك الرميه السودا دي؟ اكل العيش بقى يا اسطى. حد لقى شغل في البلد دي؟ شايف يا ابن الفرمة، شايف البواد بيشتغلوا ايه؟ انت بس عمال تشتكي ليل ونهار. نزل ياد الكابينه. مش هيعمل نار. نزل امشي ياد ولم الزراديه دي ونزل الكابينه. اتفضل يا هندسه. اتفضل يا باشا. الله يبارك لك يا اسطى. مش دي كينج ماريوت يا اسطى؟ هي خلاص هان. طب متشكرين يا اسطى، انا هنزل هنا على جنب. ايه ما تستنى نقربك شويه كمان. معلش يا اسطى، اصل الراجل اللي انا شغال عنده فيلا هنا في كينج ماريوت، فبدل يعني ما اروح وارجع له هنزل اديله المفتاح وهو يوصل لي بمعرفته. نزلني هنا يا اسطى. متشكرين. وليه يا عم؟ اصبر شويه، ننزلك قدام اي فاتحه يكون فيها توك توك ولا ميكروباص يوصلك لحد جوه. لا معلش يا اسطى، انا هتمشيها لحد هناك. متشكرين يا اسطى. يا جدع طب استنى نعدي الكمين. يا ابني لازم انزل هنا. انزل هنا. ايه يا هندسه؟ ايه يا عم مالك في ايه؟ اما شفت الكمين كده اتقلب كيانك يعني. ما تفهمنا ايه التيتا؟ ده الهندسه. دول ينفعوك طفش بيهم باب او اي شباك. هتلاقي هنا فلل كتير قوي اصحابها مسافرين. متشكرين يا اسطى.
عيب عليك ما تقولش كده، ده انت بطل كبير. مش للدرجه دي يا اسطى. ده اتنال على اللي خلفوك، اللي يدخل السجن عشان ضرب امين شرطه اتنطط عليه وشتمه بالام وعايز يعمل عليه فرده يبقى بطل، وكل السواقين تعمل له كل تقدير واحترام ونشد له فرامل اليد ونعظم له تعظيم سلام. تعظيم سلام ياض، تعظيم سلام ياض. خلاص يا اسطى كفايه احترام بقى، احنا داخلين على كمين، ولو اتمسكت هناكل احنا الثلاثه احترام لحد ما يبقى لنا صح. ان شاء الله مش هتتمسك، لان انت شاهم وابن بلد وتستاهل كل خير. شاكرين يا اسطى، ربنا يستر طريقك. خد دي دفيك. مش عارف اقول لك يا اسطى، كتر الف خيرك. مع السلامه. بقول ايه، ما تيجوا نهرب سوا، هتوحشوني والله. سلام عليكم يا اسطى. كل ده اكل اهو، ده عيبه بقى، مفيش فراخ واللحمه بتاخد وقت عشان تفك. استغفر الله العظيم يا رب. مش دي برضو تبقى سرقه؟ بس سرقه ايه؟ انا مش جاي اسرق اجهزه، انا هربان وعابر سبيل. أصحاب البيت شكلهم كرمة والأكل ده فايد منهم. خلاص بقى يبقى أنا أولى بيه من التلاجة. أكتب لهم جواب شكر أقول لهم يسامحوني فيه. أنا هكتب لهم جواب شكر أقول لهم يسامحوني فيه. حس بقى إن الحل ده رايح ضميري. أنا هطلع اللحمة عشان تفك لحد ما آخد دش. هي لحمة.